أكيد نعايد مرة تانية رجال الجيش العربي السوري بمناسبة عيدهم. كان للسينما السورية ليا دور كتير كبير بتوثيق جميع المراحل التاريخية اللي مرت فيها سوريا والمجتمع السوري. ظروف استثنائية عم نعيشها كان دور كبير للسينما السورية. لنحكي أكثر عن دور السينما السورية في توثيق الأحداث السورية اللي عم تمر فيها البلد معنا المخرج والمؤلف السينمائي غسان شميت. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. شكرا جزيلا، وانا كمان بحب وجه تحيه للقوات المسلحه وكل لهم كل عام وانتم بخير بهي المناسبه العظيمه. وحقيقه السنه بيصارف عيد الاضحى وعيد الجيش، وهي يعني مناسبه ما بتكرر يمكن الا كل 100 سنه. فبقول لهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله دائما تكون قواتنا يعني مثل ما نحن بنعهد الدافع عن الارض والعرض. وحقيقه يعني لولا قواتنا المسلحه نحن وانتم ما كنا قاعدين هلا. صحيح. فتحيه مفعمه بالمحبه والتقدير والاجلال لكل عسكري موجود على ارض الوطن. اكيد، ونحن كمان بدنا نوجه تحيه ويعني ولكن خلينا نروح الى موضوعنا ونحكي عن السينما. السينما السوريه كان لها بصمه بتوثيق اهم البطولات، اهم المعارك، اهم الانتصارات على الاعداء. ولكن خلينا نحكي من 2011 الى الان، شو هي اهم الانجازات يلي قامت فيها السينما السوريه؟ يعني 2011 حقيقه ذكرتيني بحالي، كانت معي انا تحديدا. اوكي. بال 2011 كنت عم صور فيلم الشراع والعاصفه عن روايه حنا مينا. اكيد. واخر ثلاث ايام تصوير بدات الاحداث. يعني ثلاث ايام كنا باللاذقيه، ضلينا شهر لحتى خلصنا تصوير الفيلم. يعني انا اول ما تبادر لذهني انه يبدو انه اخر فيلم راح اسويه انا. لانه فعلا كنا بظرف جديد يعني غير متوقع. غير مستحيل. وحالي استثنائيه جدا. يعني حدث ارباك حتى المجموعه، يعني صار في ارباك كبير كثير. فيعني حتى كثير توقعوا انه السينما توقف هون، يعني كان هذا من غير شر اخر فيلم يعني بس لا. لكن اللي حدث هو العكس تمام. المؤسسه العامه للسينما حقيقه يعني ادركوا وعيوا مباشره لاهميه السينما ودور صحيح. السينما بالوقوف جنبا الى جنب مع المقاتل اينما كان. ففورا تبنوا يعني خطة كثير كانت أنا برأيي ناجحة ومحكمة، وحتى الإنتاج ضعف أضعاف يعني بدأوا أول شيء الإنتاج الروائي ضاعفوا وحطوا خطة ملزمة إنه كل الأفلام تكون موجهة باتجاه الأحداث الأزمية، يعني الأزمة السورية. وحتى خطة غير الأفلام الوثائقية وسعوا الإنتاج. أول شيء أحدثوا منح سينمائية للشباب. للشباب، للسينما الشباب. لأنه الشاب دائما بيكون عنده مثل ما بقول طموحات جديدة، عنده أفكار جديدة ممكن تكون. فعملوا مسابقة كمان، مسابقة هي لهي المنح نفسها. 30 منحة سنويا صاروا يعطوا. 30 منحة، وحتى أنه نسوي له المهرجان خاص، بس كل الأفلام هي كانت تدور حول ما يحدث على الساحة السورية. من حقيقة حاولوا نعم الأفلام الروائية كمان كلها اتجهت بالاتجاه، صاروا يسووا 5 أفلام بالسنة كلها عن الأزمة كمان. وإضافة إلى ذلك خطة جديدة تبعتها المؤسسة وهي توثيق الأزمة وثائقيا. يعني أنا كلفني الأستاذ مراد شاهين مدير عام مؤسسة السينما بأفلام وثائقية أنا بعتبرها كثير مهمة كونه توثق الحالة. وثيقة هي أساس السينمائية. فيلم وثائقي حقيقة، يعني هلا في كثار بيقولوا إنه فيلم روائي أو فيلم وثائقي، لا أنا بقول اثنين سوا. صحيح، روائي ووثائقي. الفيلم الروائي يتحدث عن قصة معينة أما الفيلم الوثائقي يعني بيجيب لك وثيقة يوثق دامغة يعني كالوثيقة التاريخية وتبقى للمستقبل، يعني الجيل اللاحق أجيالنا بعد سنوات عشرات السنوات يعني ممكن انه يشوفوا شو صار. يعني مثلا انا سويت عده افلام وثائقيه طويله كمان على فكره خلال الاحداث، سويت فيلم روائي، فيلم روائي يعني مثلا انا بجيب لكم مثال انه خلال الازمه المخرجين كانوا يصوروا بالمناطق الساحنه. صحيح. يعني انا صورت بابا عمرو بال 2015. صحيح. بابا عمرو يعني كان بيننا وبين المسلحين مسافه كثير بسيطه، حتى انه يعني سائل تفجير يجاوبونا.
انه بس خلصنا تصوير نطلع نطفي الاضوية كلها، ما نخلي ضوء قدامنا دورية ورانا دورية، لانه مشان ما يحسوا عليه. يعني كنا بواقع وضع استثنائي يعني ايه، بس اما انه كنا نساوي افلام، كنا نشتغل، وكل المخرجين في ناس دار هي صورت، يعني كل مخرج كان يصور بالمناطق التي تحدث فيها الاحداث ايه. الافلام الوثائقيه مثلا انا كلفت بعده افلام، مثلا اول فيلم سويته هو الباشا. يعني قد يقول متسائل انه ليش الباشا بالوقت الحالي، على الرغم انه سلطان باشا اطرش قائد الثوره السوريه الكبرى معروف يعني. ولكن الشعار اللي طرحه سلطان باشا اطرش الان نحن بامس الحاجه له، اللي هو الدين لله والوطن للجميع. صحيح. انه يا جماعه وين نحن رايحين؟ يعني انتم لازم توعوا للحاله هي، انه نحن مجتمع سوري صار له الاف السنوات. نحن عائله وحده، نحن نسيج واحد. نحن بنعيش بوطن للجميع. من هون كانت اهميه هذا الفيلم. يعني مثلا سويت فيلم، اخر فيلم هلا خلصت مونتاجه، ابطال الحاميه. ابطال الحاميه حكايته تدور عن حصار مطار دير الزور العسكري. تمام. حقيقة أنا يعني أول ما فكرت ساوي الفيلم ما كنت متوقع أهمية هذا الفيلم، يعني غير اللي رحت على المكان نفسه وبلشت أدرس الفيلم طلع معي أنه بدير الزور في ملاحم بطولية رهيبة، يعني لا يمكن يتخيلها عقل، يعني كل متر كان يصير فيه، كان لازم يمكن كله يتوثق. ولكن استاذ خلينا نرجع نحكي حديثنا، ولكن خلينا نروح سوا نحن والمشاهدين ونتابع بعض من اعمال حضرتك، خلينا نتابع سوا ونرجع. قلت له يا امي يهديك على الخير يلي هديتني على الخير، يا شمع مكه ويا قنديل هذاك الدير، ندرن علي ايام رجعتوا على البلاد بخير، لو فيك ندرك من الله تنال الخير. آخر إجازة عشنا 4-5 أيام ولا أحلى مني، آخر لحظات سعادتي عاشوا ما ديك الـ5-6 أيام، ضل يودعنا هو في عمنا إيده هيك لحتى ما بقى بينة السيارة. الله كرمه لأنه استشهد بعزه، كيف بده يحرق لنا قلبنا؟ كيف العالم كله حابته؟ كيف إنه راح هيك من بيناتنا كلياتنا؟ بكفي الحنية، هو كان يعني ما في أحن منه، فهو ما بيلبق له يموت على فراشه أو شيء. استشهد بيوم أشرف الأيام، هو يوم عيد الشهداء، وياسين بيستاهلوا لهاليوم. خلي ليكي بالحرب بتكون دير الزور هي طرطوس، وطرطوس هي دير الزور، بتكون سورية كلها انت. جياته على البيت يعني كانت معدومه، يعني من سنه 2011 ب 17/10/2013 ما شفناه نهائيا، حكينا معه اخر اتصال. كان يومتها في حصار على مدينه دير الزور بشكل فظيع، خلنا عندنا معركه قويه يدعونا. انه نحن الولد بس يخلق عنا بالحليب بيرضى حب الوطن، وشو ما عمله ما راح فيهن على هالشعب العظيم. أستاذ غصان، كنا عم نتابع مقتطفات من أعمالك، قديش فعلاً قلت جملة كتير مهمة، إنه الفيلم الروائي هو وثيقة سينمائية تاريخية لتوثيق الأحداث في سوريا. اليوم قديش قادرة السينما السورية فعلاً توثق الأحداث كوثيقة تاريخية؟ اليوم عم نشوف في تضليل سينمائي كتير كبير، أفلام عم توصل للأوسكار، هي تضليل
لما يحدث اليوم في سوريا. قديش فعلا نحن قادرين نواجه هي المكانات العالمية من خلال توثيق ما يحدث في سوريا؟ ذكرت حضرتك أنه فيلم عن حصار مطار دير الزور، قديش في ملاحم بطولية اليوم فعلا تدرس، يعني لازم تكون ضمن منهاجنا التربوي لنحكي عن هي البطولات اللي عشناها. حقيقة يعني أنا بسمع كثير هلأ كلام نقوله إنه مو حاجتنا نحن نساوي أفلام، يعني ما بكفي، هي مش 10% في اللي عشناه، ما تشبعت الحالة، ما بكفي اللي عشناه. جاوبهم أنا أقول لهم إنه انتهت الحرب العالمية الثانية من 75 سنة وما زلنا، صحيح، وحتى الآن هناك روائية وأفلام وثائقية تنتج وبغزارة وبكثافة وكل الدول بتساوي. حقيقة ما حدث على الساحة السورية يعني ما شافوا شعب بالعالم، صحيح، يعني ما عاشته دولة في التاريخ. أنا بتهيأ لي هيك، يعني نحن شعب ما يعني دولة ما لنا كبيرة، وضحت وخسرت وقدمت كل هال يعني شيء مخيف. لذلك أنا برأيي كل مكان يستحق إنه يتوثق، وكل مكان يستحق إنه يساوى عنه فيلم وأفلام. لذلك أنا برأيي أمام السينما السورية مهمة شاقة وعسيرة ومهمة طويلة الأمد، وإن شاء الله نحن عندنا بعد أفلام كثير رح نساويها وتكون كلها تصب بهالهدف، هذا هو توثيق هذه الأزمة التي إن شاء الله رح يعني أجيالنا اللاحقة رح تتذكرها وتكون نقطة يعني ذكرى فقط لا غير. نعم. سوريا تعافى وترجع مثل ما كانت يا رب، وإن شاء الله ودائما نحن يعني قد يجوز الآن في أزمة بالسينما السورية، أزمة مشاهد لأنه الحالة ما تسمح يعني، صحيح، لكن هاي الأفلام ستبقى إلى الأجيال اللاحقة، صحيح، وحتى يعرف رح يجي وقت وتنعرض، يعني ظروف صعبة عم نمرق فيها ولكن رح يجي وقت تنعرض أكيد. وأهم شيء تتوثق. بالختام أستاذ غسان، خلينا بكلمتنا الأخيرة، نحن بالسينما دائما بحاجة إلى توثيقات لبطولات لمعارك لملاحم بطولية قاموا فيها أبطالنا، اليوم نحن من مين منستعين لحتى يخبرنا عن الشيء اللي صار ويوثق لنا الحالة؟ الحقيقة يعني أنا رأيي الشخصي إنه نكون صادقين مع الواقع، نكون نحن آمنين للواقع، نكون نحكي الحقيقة كما هي كما حدثت، حتى نكون صادقين مع نفسنا مع ذاتنا ومع أجيالنا اللاحقة إنه نحن عم نساوي الشيء اللي لازم يكون. يعني السينما حقيقة يعني أمامها مهمة شاقة وصعبة، و مو بس السينما، أنا برأيي كل الفنون، صحيح، كل يعني الفنون السينما هي جزء من مجموعة كبيرة من الفنون، كان الفن التشكيلي، التلفزيون، الإعلام له دور، صحيح، كبير، الرواية له دور، القصة له دور، كلها هي متكاملة. يعني مثلا أنا سويت فيلم ليلية السورية، سويته عن رواية كمان بتناول الأزمة، فإذا كله بكمل بعض. يعني حتى الموسيقى له دور كبير كمان، يعني عندنا نحن طاقات كثير رائعة، صحيح، ممتازة، وضمن الإمكانيات عم يساوي الشيء اللي لازم يصير، وإن صحيح. شاء الله الله يقدرنا أنه نحن نكون، إن شاء الله يا رب، نتحس ضمن كل الفنون رافقت جميع المراحل اللي عشناها خلال هاي الأزمة. نشكرك المخرج والمؤلف السينمائي غسان شميط على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق بجميع خطواتك السينمائية القادمة. شكرا جزيلا لكم، ومرة ثانية كل عام وانتم بخير، وانت ان شاء الله دائما نشوفكم باحلى حال ان شاء الله. شكرا كثير لك، ودائما ان شاء الله هيك باهم الافلام، يعطيكم الف عافيه ونشوفكم بالعالميه ان شاء الله. شكرا كثير، شكرا لك.